السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف؟ طيب، عايزين نقول لهم عايزين نعمل صورة من سكراتش. طب بيقول لي عايز أني طريقة تفكير أو طريقة في الرسم، فبقول له مثلا ديت، وبعد كده تكتب التكست اللي أنت عايزه، تمام؟ ممكن تديله صورة أو يعدل عليها، وبعد كده تقول له كريت. يكريت لك صورة بالشكل دوت. أنا جربت قبل كده واديته نفس الكلام تقريبا، راح جايب لي حاجة بشكل مختلف. يعني كل مرة بجرب بيديني حاجة بشكل جديد خالص. مبروك، أنا دلوقتي بقيت AI artist من غير حاجة خالص. طبعا ده هزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف؟ طيب، عايزين نقول لهم عايزين نعمل صورة من سكراتش. طب بيقول لي عايز اني طريقة تفكير او طريقة في الرسم، فبقول له مثلا ديت، وبعد كده تكتب التكست اللي انت عايزه، تمام؟ ممكن تديله صورة او يعدل عليها، وبعد كده تقول له كرييت. فيكريت لك صورة بالشكل دوت. انا جربت قبل كده واديته نفس الكلام تقريبا، راح جايب لي حاجه بشكل مختلف. يعني كل مره بجرب بيديني حاجه بشكل جديد خالص. مبروك، انا دلوقتي بقيت AI artist من غير حاجه خالص. طبعا ده هزار.